يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله اليوم نستكمل محاضرة رقم 33 اللي هي Muscles Mechanics. شرحنا في المحاضرتين اللي قبل عن موضوع السكيلتال المسل بشكل عام. المحاضرة الأولى شرحنا الستركشر تاع السكيلتال المسل، وحكينا شوية عن الكارديك مسلز، وحكينا شوية عن السموث مسلز، وحكينا عن آلية الانقباض. المحاضرة الثانية حكينا عن النيرو مسكولر جنكشن، حكينا كيف بيصير السينابسس بين النيرون اللي بغذي العضلة والعضلة نفسها، وانه كيف بنتقل عن طريق التي تيوبز، وكيف بوصل لساكروبلازميك ريتيكولام بيطلع الكالسيوم وبيعملنا برتبط بالتروبانين والتروبومايسين سي، والقصص هاي كلها حكيناها وشرحناها بالمحاضرات اللي قبل. بس كان ضايل اخر ثلاث سلايدات من المحاضرة اللي قبل، انا حكيت لكم اقراوهم لحالكم، اللي هم بيحكوا عن ثلاث امراض اللي بكونوا مصابات السكليتال ماسلز وبيعملوا تشوهات، وانه ايش سببهم. طبعا راح احكي عنهم انا كل شيء ما شرحت عنه، مثلا اخر ثلاث امراض راح اقرا لكم عنهم، هم بتمدهم قراءه، انتم بس تحفظوهم بكون كافي الموضوع. راح احكي لكم عنهم ان شاء الله في المحاضره الجاي. وبالنسبه لموضوع اي موضوع بخص المقارنه بين السكليتال ماسلز والكارديك ماسلز راح اشرحه ان شاء الله بمحاضره رقم 35، لان هاي محاضره خاصه بموضوع الكارديك ماسلز، فانا ما راح اقدر اني اقارن لك بين السكليتال ماسلز والكارديك ماسلز اذا ما كنتش اصلا معطيك الكارديك ماسلز، فعشان هيك لازم اكون انا معطيك التنتين عشان اقدر انا شو اقارن لك بينهم. حتى في هاي المحاضره راح نلاقي انه في مقارنه بين التنتين، ولكن احنا راح نفشقها، يعني هم سلايدين راح نفشقهم وراح نتركهم لاي محاضره، بنرجع لهم لمحاضره رقم 35 ان شاء الله. هسه زي ما تعودنا دائما انه بدايه باي محاضره بكون حاطين لنا ليكشر اوبجكتيفز، ماشي؟ هدول ليكشر اوبجكتيفز انا بدي منك انه انت دائما بعد ما تخلص كل محاضره بتحضرها معي، تمام؟ بعدين بتروح تدرسها، انك تروح ترجع لهم، وشو بتروح ترجع لهم وتاكد من حالك انك انت عملت ضن لكل هاي النقاط، تمام؟ واذا كان في نقطه مش عندك مش واضحه بكون عندك عندك خيارين، يعني انك ترجع تدرس المحاضره مره ثانيه، يا اما شو يا اما بتتواصل معي وانا ان شاء الله بشرح لك اياها، تمام؟ هيك احنا بنكون اول سلايد هذا دائما، يعني احنا بنترككم اياه واجب انتم تشوفوه بعد ما تخلصوا كل تحضروا المحاضره. هسه بنحكي عن الموضوع، احنا بدنا نكمل موضوع السكليتال ماسلز. هاي اخر محاضره راح تحكي عن السكليتال ماسلز، المحاضره الجايه راح تكون تحكي عن السموث ماسل كونتراكشن، المحاضره اللي بعدها رقم 35 راح تحكي عن الكارديك ماسلز كونتراكشن، بعدها راح نبدا بثلاث مواضيع مختلفات، واحده بتحكي عن البلاد انتيك، واحده بتحكي عن ثيرمو ريجوليشن، وفي واحده اخيره بضل. هم 39 محاضره، تمام؟ انا ان شاء الله راح اشرح لكم اياهم كلهم. هسه بالنسبه لهي المحاضره اللي هي راح تكون اخر محاضره عن موضوع السكليتال ماسلز، هسه بلش عندنا بالسلايد هذا بحكي لنا عن التمبرال سيكونسز اوف ايفنتس للكونتراكشن ان السكيليتال. ايش بصير عندنا احنا؟ احنا كيف زي احنا زي ما حكينا دائما، خذ لكم السلايد وراجع لكم الموضوع بشكل سريع اللي حكينا عنه في المحاضرات اللي قبل لانه موضوع مترابط، تمام؟ احنا شو بكون عندنا هسه؟ احنا متفقين انه بكون عندنا بري سينابتك نيرون او سينابتك نوب، بكون عندنا هون هيك، تمام؟ بكون عندنا هون سب نيورال كليفت، صح؟ زي ما احنا متفقين، وهي هيك وهي هي المسلز. طيب احنا متفقين انه عندنا هون سينابتيك كليفت هيها، تمام؟ هاي سينابتيك كليفت، وحكينا هون انه عندنا فيسكلز بكون فيها نيرو ترانسميترز. طبعا النيرو ترانسميترز الموجود بالبري سينابتيك نيرون بالمسلز اللي هو الاستلكولين، تمام؟ الاستلكولين بكون جوا الفيسكلز هاي. هون عندنا قنوات، عندنا هون فولتج جيتد كالسيوم شانلز، بوصل عندنا الاكشن بوتنشال هون، هيك بوصل عندنا الاكشن بوتنشال، بيخلي شو بسوي؟ بيخلي عينات الكالسيوم تدخل لجوا، فبصير عندنا الكالسيوم لما يدخل لجوا شو بسوي؟ بيرتبط بهاي الفيسكلز، بخليها ترتبط بالبري سينابتيك كنوب او بري سينابتيك ممبرين هون، ترتبط فبتنفجر. شو بس تنفجر؟ بتعطينا اكزوسايتوسز، بتطلع لي شو النيرو ترانسميترز اللي هم شو؟ اللي هي الاستلكولين. طب هاي الاستلكولين شو بتسوي؟ بترتبط بايش؟ ريسبترز اللي هي من نوع ان ام، النيكوتينيك ماسكولا ريسبترز،
فبس ترتبط فيها الاستيركولين، شو بسوي؟ بتفتح قنوات صوديوم لوكال. طبعا هون بيعملنا ديبولاريزيشن لوكالي، يعني الصوديوم بدخل لجوا هون بهاي الاماكن، بضل يعني لوكالي في هاي الاماكن. فشو بسوي اذا دخل صوديوم؟ بنعرف انه بيعمل ديبولاريزيشن. طب اذا عمل ديبولاريزيشن شو يعني؟ يعني رح يكون رح يوصل لي لحالة الثريشولد. طب اذا وصل لحالة الثريشولد شو بسوي؟ في هون، في عندنا هون بالسب نيورال كليفت بهالمناطق بيكون في عندنا ايش؟ قنوات صوديوم عاديه، فولتج جيتد صوديوم شانلز. طبعا بس يوصل عندنا الثريشولد شو بسوي؟ بصير ادخل صوديوم، بصير ادخل صوديوم من هون، ادخل صوديوم، ادخل صوديوم من هون. بعدها شو بصير عندنا؟ اكشن بوتنشال بنتقل على طول المسلز فايبرز. بعدها شو بسوي؟ نكمل العمليه. تمام، بيجي عندنا التي تيوبز زي ما احنا حكينا المحاضره الماضيه، هاي التي تيوبز. وهون وهون هون بكون عندي الساكروبلازما كريتيكولم هون، وهون برضو عندي الساكروبلازما كريتيكولم، وهون عندي بكون ريسبتورز مرتبط بريسبتور هون، وهون ريسبتورز مرتبط بريسبتور هون. هذا ريسبتور اسمه دي اتش بي دي اتش ار، ايوه اسم الريسبتورز هذا دي اتش ار، وهذا رايانودين ريسبتورز، هاي ار واي ار. حلوين، احنا بنعرف انه بالساكروبلازما كريتيكولم شو بكون عندي؟ بكون عندي مليانه كالسيوم، مليانه جدا مليانه كالسيوم. تمام، انا بس يوصل عندي الاكشن بوتنشال هون، بضلوا يجي هون الاكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال، هيك هيك هيك. وصل لعند هاي، هاي شو بتسوي؟ بتسحب هاي، سحبناها فتحت القناه صح، كل الكالسيوم اللي جوا، لانه هون الكالسيوم عندنا تركيز عالي جدا، الكالسيوم جوا هون التركيز عالي جدا جدا بالنسبه للي برا. فشو راح يعطينا؟ ديفيوجن او سمبل ديفيوجن للكالسيوم بيطلع برا. طيب طلع لبرا شو بسوي؟ بدنا نروح نرجع للساركومير اللي شرحناها باول محاضره. مش حكينا انه احنا عندنا فيها زد ديسك، هي زد ديسك، وكون عندنا هون كمان زد ديسك، بكون عندي هون اكتين، هي اكتين، هون اكتين، هون اكتين، وهون اكتين، وهون اكتين، وهون اكتين، هيك هيك بكون عندي. تمام، وبكون عندي بالنص اللي هي الثيك فيلمنت اللي هي الميوسين. تمام، هون عندي الثيك فيلمنت ميوسين، وهون هيك هيك. تمام، شو بسوي هسا؟ بيجي عندي الكالسيوم، الكالسيوم اللي طلع من هون من الساكروبلازما كريتيكولام بوصل لهون للاكتين. خطوط اكتين حكينا في عليها كومبلكس صح؟ فيها كومبلكس، هيك كومبلكس عليها هيك. طب هذا الكومبلكس شو بيكون؟ مش هذا حكينا اسمه الكومبلكس تروبانين؟ في تروبانين سي، وفي تروبانين اي، وفي تروبانين شو؟ تروبانين سي، وتروبانين اي، وتروبانين تي. تمام، بيجي هذا التروبانين سي اللي هو احد الكومبلكس هذول، بيرتبط عليه الكالسيوم. اذا ارتبط عليه الكالسيوم شو بصير؟ بيحرك، مش هو كومبلكس، بيحرك التروبانين تي اللي هي التروبوميسين. شو بيسوي فيها؟ بكشف الاكتف سايت الموجوده على الاكتين. وهون عندنا طبعا احنا بنعرف انه الميوسين في لها هيد وفي لها تيل، الهيد هيك بيكون طالع هيك هيك. تمام، فبترتبط رؤوس الميوسين بالاكتف سايت، وحكينا عن موضوع انه كيف بتحول الاي تي بيز اللي هي الاي تي بي بتحول ليها الى اي دي بي زائد فوسفات والانرجايزد. حكينا عن هذا الموضوع كلياته بالتفصيل، وحكينا انه كيف السلايدنج فيلمنت بخلي لي تحرك الساكرومير، انه بقصر لي الاي باند. تمام، بقصر لي الاي باند، بتقصر بس الاي باند اللي هي الميوسين بتضلها زي ما هي. كل هذا حكيناه بالمحاضره الماضيه، وهي عمليه الانقباض العضلي كلياته، هي قلت لكم اياها بشكل سريع. طب شو علاقتها بالموضوع اللي انا بدي احكيه اليوم؟ هسا رح ابلش لكم. الريسبونس عندنا، بيجي عندنا ريسبونس بيعمل لي اكشن بوتنشال. مش احنا حكينا انه هون بيجي عندنا هون اكشن بوتنشال، هي من هون عمل لي اكشن بوتنشال، هون اكشن بوتنشال، فصار عندي هون اكشن بوتنشال هي. حلوين، بحكي لك بالحاله انه من عند نهايه الاكشن بوتنشال بصير عندي التنشن. شو التنشن؟ اللي هو المسلز، الفورس اللي راح تعمل لي اياه المسلز. تمام، واللي هو الكونتراكشن نفسه اللي احنا بنقدر نسميه كونتراكشن. تمام، طيب اذا انا شو علاقه هذا، يعني شو علاقه هذا بالموضوع كله؟ انا صار عندي اكشن بوتنشال زي ما احنا عارفين. لما صار عندي اكشن بوتنشال من هون من هاي المنطقه، لما صار عندي اكشن بوتنشال من هاي المنطقه طلع لي النيرو ترانسميترز وارتبطت هون بالصوديوم، عمل لي هون اكشن بوتنشال، خلى الكالسيوم يزيد صح؟ احنا اصلا كل هذا الموضوع عشان انه الكالسيوم يطلع برا، عشان يسحب هذا الريسبتورز هو دي اتش ار، يسحب لي الرايونودين ريسبتورز ويطلع لي الكالسيوم. طيب انا هون طلع لي الكالسيوم، هاي الكالسيوم زاد. تمام، هاي الكالسيوم زاد، مجرد ما الكالسيوم زاد بلش الكالسيوم يطلع من هون، التنشن بلش من هون. تمام، كل ما زاد الكالسيوم كل ما زاد التنشن لحتى يوصل الى الابكس او التب تاعته، بعدها بلش الريلاكسيشن.
هذا هو الموضوع، وكمان هذا كله علاقته مع الوقت. يعني هو بيحكي لك ريسبونس للاكشن بوتنشال، وكيف التنشن كيف بياثر على التنشن تاع العضل. فهو الموضوع يعني هذا يعني بس انه بحكي لك انه شو علاقه الاكشن بوتنشال بالانتراسيلولار كالسيوم، انه كيف الاكشن بوتنشال هو بسبب خروج الكالسيوم، وهذا خروج الكالسيوم هو اللي بسبب التنشن. هذا كل الموضوع اللي بدنا اياه من هاي الرسمه وهي الصوره، تمام. فاذا وفي عندنا شغله، يعني في عندنا شغله اللي هي الوقت اللي من هون من اند، من هذا الوقت هاي خلينا احكي لكم اياها بلون ثاني، من الوقت اللي هو بكون اند للاكشن بوتنشال لعند نهايه التنشن، لعند بداية التنشن قصدي عفوا، هذا بنسميه اللي هي ليتنسي بيريد. هي رح نحكي عنها هسه طبعا، ليتنسي بيريد، بس خليك انت معي بهذا المصطلح انك عارفه، اللي هي الوقت من الاند اللي هو التأخير اللي بيصير من حالة الثريشولد لعند ما يصير الكونتراكشن تاع العضل. اذا من عند لما يصير عندي ثريشولد، مش عندي اون تقريبا، بصير ثريشولد، رح نحكي انه من هون الثريشولد، من هذا الوقت، من هاي النقطة لعند هاي النقطة بنسميه لتنسي بيريود، اللي هي هذا التأخير اللي بصير. هاي احنا هيك حكينا، خلصنا أول موضوع بهاي المحاضرة، اللي هو موضوع طبعا سهل وأنا شرحت لكم إياه بالتفصيل، وعدت لكم وراجعت لكم موضوع اللي هو المسلز كونتراكشن كلياته. وبتقدروا إذا أنتوا أصلا مش حاضرين المحاضرة أنكم تكون تحضروها، موجودة هي على قناة اليوتيوب وتلاقوها على موقع النادي الطبي. طيب هسا نحكي عن الميكانيكال بروبرتيز أوف مسلز كونتراكشن واللينك تنشن ريليشن شيب. يعني يحكي لك هون عن علاقه طول العضله مع الكونتراكشن تاعها. هذا الموضوع شوي يعني بدكم تركزوا معي فيه. هسه احنا عندنا زي ما حكينا في المره الماضيه انه عندنا كل خيوط، عندنا خيوط مثلا الاكتين طولها مثلا 1 مايكرومتر، عندنا طول خيوط الميوسين اللي هي ثيك فيلمنت طولها 1.6 مايكرو فيلمنت مايكرومتر، تمام. وطول الساكرومير كامل في حالاته الاوبتيمال حالته تاعته بيكون طوله تقريبا 2.2، نحكي من 2 ل 2.2، تمام. هاي في هاي اللحظه، شايف في هاي اللحظه اللي بيكون الساكرومير طوله هيك من 2 ل 2.2 مايكرومتر، هاي بنسميها اللي هو ماكسيمم سترينث، يعني اقوى كونتراكشن يمكن يصير للساكرومير لما يكون هيك طوله. هذا اللي بدي اياه منك من هون، ماشي. لما يكون طول الساكرومير عندي من 2 ل 2 ل 2.2، هون بكون عندي احسن حاله للانقباض الساكروميرز والسترينث، ماكسيمم سترينث هيها زي ما احنا حاطينها الدكتور، سترينث ماكسيمم سترينث اوف كونتراكشن وان ساكرومير، بحكي لك طوله من 2 الى 2.2 مايكرومترز اللينكس. حلوين راح تحكي لي. طب ليش انت راح تسالني انه ليش شايفين هاي الموضوع هذا كلياته؟ خليني احكي لكم عنه بالتفصيل. هون بحكي لي عن التنشن تاع العضله، تمام، درجه التنشن بالعضله واللينث تاع الساكروميرز. انا بشوف العلاقه بينهم، انه شو الفرق، شو العلاقه بين اللينث تاع الساكروميرز مايكرومتر وشو العلاقه بين التنشن، تمام. انا بحكي لي هسه بلش عندي حكينا انه احنا عندنا من طول 2، هي من طول 2، نحط لكم هيك خطوط 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 هيك، من 2 الى 2.2 تقريبا، نحكي انه هاي 2.2، حسينا انه احنا اكثر تنشن، هيو احنا اعلى تنشن اللي هو 100 نحكي، وين كان؟ لما كان 2 ل 2.2. طب ليش؟ طلع الحاله بي وسي، على الحاله بي وسي، شو اللي بيميزهم عن الحاله دي واي؟ شو بيميزهم؟ بيميزهم انه عندنا الكميه الاوفرلاب، شايف الاوفرلاب؟ طبعا انا بحكي عن الاوفرلابنج بتوين شو وشو؟ بتوين الهيد اوف مايوسين، هي الهيد اوف مايوسين هذول، وبتوين الاكتف سايد تاع الاكتين. حلوين؟ كل ما كان عندنا الاوفرلاب سايت اكبر، كل ما كان عندي تنشن اعلى. العلاقه هيك طرديه، اذا كل ما كان عندي اوفرلاب اكثر، انت اصلا منطقيا يعني كل ما زاد عندي الرؤوس ميوسين ارتبطت بالاكتف سايت الموجوده على الاكتين وعملت كروس بريدج، بعديها عملت لي سلايدنج. طب كل ما زاد هذا الحكي، كل ما زاد السترينث تاع التنشن. فاذا انا كل ما زاد عندي التنشن، كل ما زاد عندي قصدي الاوفرلاب بين الاكتين والمايوسين، كل ما زاد عندي شو؟ السترينث اوف تنشن، تمام. طب هاي هون شوف حاله دي، وين حاله دي؟ هي طلع كيف؟ تقول للصفر. طب ليش؟ ما فيش اي ترابط بينهم، طلع كيف؟ خيوط مايوسين جاي بجهه وخيوط الاكتين جاي بجهه. طيب شوف الحاله ايه؟
عندي الحالئة مثلا، الحالئة هي بداية موقع صاعد، عندي هي خيوط الميوسين كلياتها مشغولة بخيوط الأكتن، فهمت علي كيف؟ فإذا لازم يكون عندي عشان أعمل أقوى تنشن، إنه لازم يكون عندي الهيد أوف ميوسين أكبر ارتباط مع الأكتف سايت للأكتن، وهي هي العلاقة بينهم، تمام؟ تمام، وهذا هي العلاقة بين اللينكث، فأنا كل ما كان عندي اللينكث أقصر إلى حد ما، يعني اللينكث بدي إياه يكون من 2 لفاصل 2 من 2 من 2 ل 2.2، بكون عندي كمية الأوفرلابينج بالساكرومير بين الأكتين والميوسين بتكون أكبر إشي، فعشان هيك هي بتعطيني أقوى تنشن عند هاد النقاط من 2 إلى 2.2، تمام؟ ما قبل ذلك بتبلش تخف، وما بعد ذلك بتبلش تخف أكثر، تمام؟ تمام، أتوقع إنكم فهمتوها. نرجع للسلايدات نقراهم بسرعة. بحكي لك اللينك تاع التنشن دايجرام، هذا دايجرام بيمثل التنشن، العلاقة بين التنشن بالساكروميرز والطول الساكروميرز، تمام؟ بحكي لك انها كلياتها بتعتمد على amount of myosin and actin filament overlap in active tension developed by contracting muscles fibers. بحكي لك انه كل هاي الحكي انه كل هاي المسلز contraction، وانه كل اللي حكيت لك اياه انا بيعتمد على الاماونت اوف مايوسين هند العامله ارتباط او كروس بريدج مع الاكتف سايت الموجوده على الاكتن. هون بحكي لك انه ديفرنت ساكرومير لينجز فروم ايه، بحكي لك انه بدك تتابع انت، انا تبعت لكم انه ايش الفرق بينهم، انه كميه الاوفرلابنج بالسي وبي اكبر ما يمكن، كميه دي فيش عندنا اصلا اوفرلاب، زي رؤوس المايوسين لحال وخيوط الاكتن لحال، فيش اي ارتباط بينهم، عشان هيك بكون عندي فيش تنشن اصلا. طيب هسه احنا بعد ما خلصنا هذا الموضوع ميكانيكال البروبرتيز واللينث تنشن اوف ريليشن شيب، لازم نحكي عن موضوع الفورس كونتراكشن. بدنا نحكي عن نفس تتابع الموضوع، انه بحكي لك عن في عندنا ثلاث انواع للتنشن، عندنا باسيف تنشن وعندنا توتال تنشن وعندنا شيء اسمه الاكتيف تنشن. ايوه الاكتيف تنشن، تمام. طب شو هم، شو الفرق بينهم؟ هسه انت يعني انا لما احكي لك توتال اي شيء، احكي لي مجموع اي شيء. تذكر لما كنا نحكي مثلا بالبادي فلويد كومبارتمنت، لما كنا نحكي توتال بادي ووتر، شو كنا نسوي؟ نجمع الاكسترا سيلر فلويد مع الانترا سيلر فلويد. طيب هون التوتال تنشن بدي اجمع التنشن اللي هم، مش انا عندي نوعين باسف تنشن والاكتف تنشن، اجمع لي اياهم مع بعض بعطيني التوتال تنشن، تمام؟ تمام. هسه بالنسبه للباسف تنشن، هو هون الموضوع عندنا، موضوع الباسف تنشن. طيب بحكي لك تنشن ذات ريكواير تو اكستند ريستنج ماسلز. طب شو يعني، شو هذا كل الحكي، ايش يعني هذا، انت مش فاهمه صح؟ طيب انا راح اشرح لك اياه. عندي مش حكينا انه احنا بنوصل عند النورمال، اللي هي النورمال اللي هو من 2 ل 2.2، اللينث تاعها من 2 ل 2.2 اللي هو احسن، اللي هي اوبتيمال، اللي بنسميه اوبتيمال احنا كونتراكشن، تمام؟ اللي هي الاوبتيمال كونتراكشن، مش مسميه الدكتور بس هو اسمه اوبتيمال كونتراكشن، تمام؟ عند هاي النقطه حكينا بكون عندنا اعلى تنشن للعضله، لانه بكون عندنا اعلى اوفرلابنج بتوين مايوسين اند اكتين. طيب انا هسه بلشت اشد في العضله، طب شو كيف يعني بلشت اشد بالسكرومير؟ السكرومير مثلا، مثلا نحكي انه هاي الزد ديسك وهي الزد ديسك، كان طوله مثلا هيك 2، انا رحت شو سويت؟ شديته، يعني خليته هيك هيك، هاي هيك نحكي، هاي طولها مثلا 3، نحكي 3 مايكرومتر. طيب مشان هيك عملت مشان هيك شديته، شايف هاي الشده، هاي الشده، هاي اسمها الباسيف تنشن، هذا القوه هذا محتاجها. طبعا هاي كل ما زادت الباسيف تنشن، كل ما قلت لي ايش الاكتف تنشن. الاكتف تنشن اللي هو بيكون شغال، هي خليني اغير لكم اللون، الاكتف تنشن اللي هو بيكون شغال مع التوتال تنشن. طبعا هي القوه، انا زي ما حكيت لكم الباسيف تنشن اللي هي احنا قوه عشان نشد الساكرومير ونزيد طول الساكرومير. طب احنا هون اصلا ما قبل النورمال، ما قبل 2، احنا كان عندنا الساكرومير قصير صح؟ طيب اذا هون فيش عندي باسف، اذا هون الباسف تنشن هون في هذه المنطقه اللي هي قبل النورمال، قبل حاله النورمال ايكوال زيرو، تمام راح تحكي لي. فاذا دائما ما قبل النورمال ستيت او ما قبل الاوبتيمال كونتراكشن اللي هي من 2 من 2 ل 2.2 مايكرومترز بكون عندي اكتف تنشن، وهو نفسه يساوي التوتال تنشن. بعد هاي الحاله مش انا بدي اشد الساكرومير وازيد طوله، طب هذا مش زياده الساكرومير راح يقلل الاوفرلاب، طيب مش هذا تقليل الاوفرلاب راح يقلل التنشن، حلوين راح يقلل التنشن. شايف هاي القوه اللي انا عملتها وعشان اسحب الساكرومير وازيد طول الساكرومير واخفف هذا التنشن، هاي بنسميها اللي هي الباسيف تنشن. طيب الباسيف تنشن حكينا علاقته عكسيه مع الاكتف تنشن، اذا كل ما زاد عندي الباسيف تنشن، كل ما زاد الباسيف تنشن زاد، شو بسوي؟ بيعمل لي نقصان بالاكتف تنشن. وهذا كل موضوعنا، جمع هاي مع هاي بعطيني ايش التوتال تنشن.
هذا كل موضوعنا، هذا كل شيء حكاه الدكتور بهذا الموضوع. طيب نقرا السلايدات مره ثانيه. بحكي لك الاكتف تنشن كانت بميجر دايركتلي. حلو، هاي معلومه احنا كان هاي معلومه حفظ. بحكي لك انه الاكتف تنشن ما بقدر انا احسبه بالدايركت، يعني ما بقدر انا على طول احسبه عن طريق ميجرمنت او عن طريق اكسبيرينس. طيب عندنا الباسيف تنشن بقدر انا احسبها دايركت، والتوتال تنشن بقدر احسبها دايركت. اذا الفرق بينهم، الفرق بينهم بين الميجرد انه هاي كان دايركتلي، هاي دايركتلي وهاي دايركتلي. تمام تمام، بدك تحفظها اكتف تنشن مش دايركتلي، الباقي دايركتلي. طيب اذا انا اصلا هذول دايركتلي بقدر اطلع هاي وبقدر اطلع هاي، ومنهم مش احنا حكينا ان التوتال يساوي الباسيف زائد الاكتف. طيب انا هسه هاي بقدر اطلعها دايركتلي وبقدر هاي اطلعها دايركتلي. اذا كان عندي تنتين شو بدي اسوي؟ بطلع هاي. كيف بسوي هاي؟ بنقص هاي من هاي، بزت هاي على المعادله الثانيه، ناقص باسيف وناقص باسيف بعطيني الاكتف. هاي هيك بشكل عام. طيب the active or developed tension that difference between the total tension and the passive tension is the tension that the muscles produce during the contraction. بحكي لك الاكتف تنشن هي تعريفها. الاكتف تنشن هي حكي لك الاكتف تنشن هي اصلا بتكون من بدايه التنشن تاع العضله للنهايه بتكون موجوده. متى بتوقف طيب الاكتف تنشن؟ هاي سؤال حلو على فكره، انا نسيت اني اشرح لكم. الاكتف تنشن بوقف هون عند الاثنين. طب شو هاي ضرب اثنين؟ انه بحكي لي لما يصير طول الساكروميرز ضعف الحاله اللي بكون فيها احسن ما يمكن. مش احنا حكينا انه الحالته احسن حاله بكون فيها الاوبتيمال كونتراكشن من 2 ل 2.2. شايف هاي النورمال؟ النورمال هاي بس يصير 4، مش احنا حكينا ضرب 2، 4 الى مثلا 4.4.4. هاي الحاله هون عندي الاكتف، خليني اكتب لكم اياها، الاكتف تنشن عند هون. اكتف تنشن هذا يمكن سؤال امتحان ترى. اكتف تنشن ايكوال 0 بهاي المنطقه، بهاي المنطقه لما يصير ضرب 2. طيب طيب بحكي لك انه هاي نو ذا اكتف تنشن فولز واي لاينر انكريزنج ريستنج لينث. تمام، بحكي لك هاي امبورتنت ان هير. طبعا رح نحكي عنها موضوع الكارديك كارديك ماسلز كونتراكشن، رح احكي لكم عنه ان شاء الله بالتفصيل في المحاضره رقم 35. هون قاعد بحكي لي عن تجربه عندي. هون بحكي لك افتر لود. شو يعني افتر لود؟ انه احنا مثلا جبنا وزن معين، جبنا مثلا 3 كيلوغرام مثلا، وهي ماسلز عندي. تمام، وعندي هون ستيميوليتر، وعندي هون شيء بحسب لي قديش بحسب لي قديش اللي هو ديتكتيف، يعني ريكوردينج ديفايس. ريكوردينج ديفايس تمام. انا هسه وقعت عندي عملت الافتر لود، كنت عامل الماسلز، فصار عندي ستيميوليتر، فشو سوى؟ بده يسحب العضله لفوق. حلوين حلوين. بتطلع هون طبعا هذا الموضوع كله لينث تنشن ريليشن، بس بدي اثبت لك الموضوع اللي حكيناه فوق، هيك بدي احكي لك. طيب احنا هسه بعد ما عملنا هاي التجربه بحكي لك طلع معهم انه احنا لما يكون عندنا واحد، شايفين هاي الواحد طلع تنشن بحكي لك ضرب 2 هون، انه تنشن ضرب 2 يعني زي موضوع هون. هي نورمال عندنا هون الحاله نورمال، هي هذا الواحد، وعندنا الحاله ضرب 2 من نورمال. حكينا عندها الاكتف بصير صفر. هي شوفوا كيف الاكتف صار صفر هون. شوف الباسيف، الباسيف وين بلش؟ بلش من بعد النورمال. دائما اسم الباسيف بلش من بعد النورمال، الاكتف دائما بلش من بدايه الكونتراكشن. هاي لازم تكون عارفها انت معي هذا الحكي. هون قاعد بحكي لك عن الباسيف تنشن والتوتال تنشن. بحكي لك عندنا ستيميوليشن تمام، عندنا هاي حل، عندنا هاي بيطلع بيعمل لي تنشن كونتراكشن، بعدها بنزل هون الاكتف تنشن يساوي صفر لما يكون عندي اللينث صار ضرب 2. بس هذا كل الموضوع اللي بحكي لك اللينث تنشن ريليشن شيب. انا حكيت لكم هاي، شرحت لكم اياها بالتفصيل الموضوع الباسيف تنشن والتوتال تنشن، وحكيت لكم انه شو علاقه اللينث تنشن مع الميكانيكال بروبرتيز اوف ماسلز كونتراكشن. انه حكيت لك انه كل ما زاد الاوفرلابينج بتوين ذا مايوسين هيد اند اكتف سايتس ان اكتن، انه كل ما زاد عندي الكونتراكشن كل ما كان اقوى، وهي بتكون بالساكرومير من 2 الى 2.2 مايكروميترز. تمام، لما يصير ضرب 2 انه بتصير عندي الاكتف الاكتف تنشن بصير عنده صفر. الاكتف تنشن طبعا حكينا انه بيكون دائما من البدايه الى النهايه، ولكن الباسيف تنشن دائما ببلش من بعد شو؟ النورمال ستيت او الاوبتيمال كونتراكشن. احنا هيك بنكون خلصنا هذا الشرح. اذا كان عندكم هاي نقطه، يعني هاي نقطه فيها شوي بدها فهم وبدها شويه استيعاب، يا بتعيد الفيديو
بتعيد الفيديو هيك بطريقة أسرع، وإذا ما فهمته كمان مرة بتقدر تتواصل معي، وإذا ما فهمته كلكم وشفت إنه الموضوع هذا أنا إن شاء الله بعيده بالمحاضرة الجاي. هسه هذا الموضوع يعني هون راح تنبسطوا معي شوي، هذا الموضوع كله ما بدي هسه، راح أرجع لهي السلايدين هدول متى محاضرة رقم 35، لأنه هذا بيحكي لك مقارنة بين اللينث تنشن ريليشن شيب أوف سكيلتال أند كارديك ماسلز. طبعا إحنا الكارديك ماسلز مش ماخذين عنه إشي، أخذنا عنه محاضرة رقم 20 مع الدكتور إيمان، ولكن إنه بيحكي كان بشكل عام بيحكي عن الأكشن بوتنشال أكثر من إنه بيحكي عن الكارديك ماسلز. طبعا إحنا راح نحكي عن الكارديك ماسلز بشكل تفصيلي بمحاضرة رقم 35، فبس ناخذها ان شاء الله. راح اعمل لكم مقارنه بين الكارديك ماسلز والسموث ماسلز والسكيلتال ماسلز، وراح نحكي عن كل المواضيع اللي بتخصهم المرتبطه بينهم، واعمل لكم ان شاء الله جدول كامل ونشرحه بالتفصيل. فاذا هذا هسه ما بهمنا، لا تقراوهم، لا تقراوهم الا وصلت المحاضره رقم 35. هسه بدنا نحكي عن type of contraction. طب هسه كده نحكي عن التايب اوف كونتراكشن. عندنا نوعين، عندنا ايزوتونيك او ايزومتريك. طب شو معنى ايزو؟ احنا نحكي شوي هسه ترمينولوجي. عندنا ايزو بنعرف انها سيم. طيب شو يعني تونيك؟ تونيك يعني تنشن. طيب شو يعني متر ايزو ماتري متريك؟ المتريك حكينا ايش طولها، ايش معناها؟ معناها اللينث. اذا انت تحفظ لي انه الايزو شوي ترمينولوجي انه عشان انت تعرف التفصيل بشكل عام، انه ايزو الايزو عندنا سيم والتونيك عندي تنشن، والايزو عندي هون سيم وعندي المتريك طول معناها اللينكث. طيب هسه الكونتراكشن حكينا عندنا ايزوتونيك وعندنا ايزو متريك، بدنا نفصل بينهم. هسه ايزوتونيك معناها حكينا انه معناها انه نحكي اول شيء عن الايزومتريك، لانه هي الحاله يعني احنا بالعضله، يعني خلينا ارتب لكم اياها. بالعضله بصير عندنا اول شيء ايزومتريك، بعديها بصير عندي ايزوتونيك، يعني هاي بصير اللي هي الفيز 1، يعني نحكي مثلا انه هاي فيز 1، ونحكي انه هاي فيز 2. تمام، دائما اي عضله ببلش عندنا بالايزومتريك بعدين بتحول الى ايزوتونيك. طيب هسه بالنسبه للايزومتريك كونتراكشن بحكي لك اكيور وين ذا لود جريتر ذان ذا فورس اوف ذا ماسلز. بحكي لك متى بصير الايزومتريك؟ لما يكون عندنا اللود، شو اللود؟ اللي هو الوزن او الويت اللي احنا بنحمله. لما يكون عندي greater than the force of the muscles يعني بكون اكثر من الكونتراكشن اللي عاملاه المسلز، بكون عندي هون ايزومتريك. يعني نحكي مثلا انه احنا عندي هي قدام القلم، انت حط قدام القلم هسه، تمام، انت هسه حطيت اصابعك عليه لسه ما ترفعه، حط اصابعك عليه بس شايف هاي اللحظه اللي انت حطيت اصابعك عليه بدك ترفعه لسه ما رفعته، هاي بنسميها ايزومتريك، لانه عندك اللود لسه اللود تاع القلم اكبر من المسلز كونتراكشن تاع ايدك، تمام، فهذا بنسميها ايزومتريك. اما الايزوتونيك اللي هو المرحله اللي بعد، لما انت ترفع القلم، انت مجرد ما رفعت القلم صار عندك شو الكونتراكشن اكيور وين ذا فورس ماسلز، هي بحكي لك الفورس تاع المسلز صار عندك جريتر ذان ذا لود. هون كان عندي بالعكس اللود عندي جريتر ذان ذا فورس، شفت كيف الفرق؟ بس هذا الفرق بينهم، انه بحكي لك الكونتراكشن اكيور وين ذا فورس اوف ذا ماسلز جريتر، اذا الفورس اوف ذا ماسلز جريتر بالايزومتريك، اما الايزومتريك بكون اللود از جريتر ذان ذا فورس. زي عشان هيك حكيت لكم انه دائما الايزومتريك بصير قبل الايزومتريك. انا نحكي المثال مره ثانيه، حط اي شيء قدامك، تمام، حط اصابعك عليه، انت هيكون انت طبعا انت خليه على المكتب مثلا، تمام، بعديها حط اصابعك عليه انك بدك ترفعه. طيب هسه بعد ما رفعته هيك، قبل ما ترفعه انت في الحال اللي مسكت فيه اصابعك لسه بدك ترفعه، هاي بنسميها ايزومتريك. طب ليش احنا ما نرفع؟ لانه لسه بحكي لك اللود اللي هو الوزن القلم جريتر ذان ذا فورس اوف ذا ماسلز، يعني اكبر لسه من التنشن اللي عاملاه العضله. طيب مجرد انك انت رفعته، طب انت كيف رفعته؟ اكيد راح يكون عندي المسلز فورس اكثر من اللود اوف ذا لود اوف ذا الويت اللي انت بتحمله، تمام. تمام، هاي حكيت لكم اياه بالتفصيل الموضوع. طبعا في شيء، في فرق جوهري بينهم، في فرق جوهري بينهم. شلون احنا حكينا ايزومتريك؟ طب شو يعني ايزومتريك؟ ايزومتريك يعني حكينا نفس الطول، صح؟ طب شو يعني نفس الطول؟ يعني بالعربي طول العضله قبل الانقباض يساوي طول العضله بعد الانقباض، يعني طول العضله بضله زي ما هو. هي شوف كيف طلع، هون عندي ايزومتريك، هي ايزومتريك، شوف طول العضله ضله زي هو، طول العضله زي ما هو، يعني زي كان طولها مثلا 5 سم، ضلت هون 5 سم، والعكس صحيح، هي كونتراكتس وريلاكس، تمام. ولكن شو اللي اختلف عندي؟ ايزومتريك الطول ظله زي ما هو صح، ولكن التنشن اختلف، هون التنشن زاد
بعد ما عملت كونترات التنشن هون بيزيد. هي شوف كيف التنشن هون، هي طلع الساعة هون عندي، هون بالمنطقة الخضراء، هون عندي بالمنطقة الحمراء. فإذا هون عندي، عشان هيك شو صار عندي ايزومتريك، الطول ضل نفس ما هو ولكن التنشن اختلف. طب هون العكس، هون عندي طول قل بصير عندي شورتنس، تمام؟ هون عندي صار شورتنس، هون شو لاحظوا انه هون مثلا لو كانت هاي 5 سنتي نحكي انه هاي صارت 3 سنتي، تمام؟ ولكن ايزوتونيك يعني التنشن ضل زي ما هو، التنشن هون يساوي التنشن هون، وهذا هو الفرق الجوهري بينهم. هاي بحكي لك ان شورتنس هاي بتسبب شورتنس، هاي بحكي لك انه اوفر اول لينث اوف ماسل دازنت تشينج. الاوفر اول لينث اوف ماسلز طبعا هو بتغير. هسه راح احكي لكم، بدي احكي لكم شغله بس قبل ما اكمل الموضوع، انه ليش بحكي لي اوفر اول لينث. خليني بس اضيف صفحه عشان احكي لكم الموضوع. هسه انا باي ماسلز، نحط اللون، باي ماسلز عندي كونتراكتال اليمنتس اللي هي سي اي بنسميها كونتراكتال اليمنت، وفي عندنا هون ايش هو اليستيك اليمنت. طب شو وظيفه هاد وشو وظيفه هاد؟ هذا بنقبض، وهذا اللي بسبب لي المرونه، انه عوده العضله بعد ما انا اعملها كونتراكت. طيب في الحاله هاي، في حاله الايزومتريك، ركزوا معي كثير بهاي النقطه اللي بدي احكيها هسه. الايزومتريك حكينا ايش؟ انه مضل نفس الطول. طب شو اللي صار؟ ليش حكى لي اوفر اول؟ طلع لي شو اللي صار؟ عندي طول الكونتراكتر اليمنتس قل، هي هيك الكونتراكتر اليمنت قبل، خليني احط لكم زي مقارنه، هاي بيفور كونتراكشن يعني، وهي الاليستيك اليمنت بيفور برضه كونتراكشن. طيب هسه بعد ما صار عندي كونتراكشن، هاي كونتراكت، شو صار؟ عندي الكونتراكتر اليمنت طلع كيف قل، نحكي انه هيك صار، تمام؟ ولكن بنفس الوقت الاليستيك اليمنت زادت، فتطلع الطول هون الاوفر اول طول نفس الشيء، نحكي انه هون اثنين هون اثنين، ولكن هون مثلا هون كان طول هاي واحد كونتراكتر اليمنت، هون صار مثلا طولها نص، هاي كان طولها واحد لانه هاي واحد زائد واحد يساوي اثنين، هون طولها نص، حكينا هاي راح يصير طولها واحد ونص، فهمت علي؟ فاذا الاوفر اول طول المسلز ضلوا زي ما هو اثنين اثنين، ولكن اختلفت الكونتراكت الاليمنت، خلف طولها قلت، تمام؟ انا هسه بالنسبه للايزوتنشن، الايزوتنشن عندي مثلا برضه نعمل نفس الشيء مقارنه، عندي الكونتراكت الاليمنت وعندي هون شو الليستيك اليمنت، تمام؟ هاد بيفور كونتراكشن، عملنا كونتراكشن، اي كونتراكت، شو صار عندي؟ بصير عندي شورتنس، حكينا هون بميزها. طيب صار عندي شورتنس، هاي قلت جاي، هاي قلت الكونتراكت اليمنت، وبرضه الاليستيك اليمنت هي اللي بتقل اكثر اصلا. اذا عندي الاليستيك اليمنت قلت هون، وقلت عندي الكونتراكت اليمنت، فما راحت وحده بوحده، يعني هون مثلا كان طوله اثنين، هاي واحد وهاي واحد زي ما حكينا المثال الاول، هاي طولها نص صار مثلا، وهاي طولها نص، تمام؟ هاي طولها نص، هيك صار عندي طولها واحد كامل، إذا قل الطول كامل الأوفر أول صار عندي شورتنس فيه، وبرضه صار عندي بالكونتراكتر إليمنت والإليستيك إليمنت برضه قل طولها، ولكن دائما دائما ركز معي بهاي الشغلة، يعني الإليستيك إليمنت دائما بتكون بتقصر هي أكثر من الكونتراكتر إليمنت في حالة الأيزو تنشن، أما هون في حالة الأيزومتريك هي بتزيد طولها، والكونتراكتر إليمنت بس اللي بصير له شورتنس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع، لان انا الصراحه حطيتكم اشياء مش موجوده بالسلايدات، يعني هاي فوق السلايدات هذا الموضوع، انه كونتراكت اليمنت والاليستيك اليمنت، بس انا فسرت لكم انه ليش الطول بضل زي ما هو، انت راح تصير تفكر انه كيف انا عملت انقباض العضله والعضله ضلت زي ما طول نفس طولها، هاي انا هيك شرحت لكم بهذا السلايد انه كيف بضل نفس طولها. طيب بدي احكي له هون عن اهميتهم، طبعا هاي الاشياء حفظ، ولكن انا افهمكم اياها عشان تحفظوها بسهوله. بالايزوتونيك تنشن بحكي، حكينا الايزوتونيك تنشن انه التنشن بضل زي ما هو، ولكن المسلز شورتنس، صح؟ صح. ليش مهمه البادي موفمنت؟ انت لما تتحرك بتهمك هاي الشغله، انت بفور ما تتحرك، قبل ما تحرك لسه، قبل ما ترفع اجرك اللي هي بتكون لود على العضله، تمام؟ فاحنا بنحتاج ايزوتونيك. طيب موفمنت اكسترنال اوبجكت عشان نحرك شيء، يعني نحمل شيء او نحرك شيء. طيب هسه بالايزومتريك عشان نخليها نفس الطول بهمنا انه نكون واقفين. هسه انا واقف، كيف ايش اللي بدي يمنع انه مثلا ضلها رجلي ضلها ترتخي وتضل اني هيك زي كني بوقع، زي كني قاعد بتفرمت،
شو اللي بخليه هيك؟ انه ايزومتريك، انه العضله دائما عامله تنشن، تمام؟ وهسه رح نحكي عن موضوع التون، التون اللي رح نحكي عنه اللي هو باخر سلايد، بحكي لي انه العضله دائما حتى في حاله الريلاكسيشن بكون فيها بارشال كونتراكشن، رح نحكي عنه هسه باخر باخر سلايد، تمام؟ وبحكي لك منتن البوستشر تاعك، انه بحكي لك انه الليكس الليكس بضلها واقف محلها، وبحكي لك انه مثلا سبورتنج اوبجكت ان ذا فيكست بليس. يعني مثلا انا هسه رفعت ايدي هيك، تخيلني انت عشان الناس مش شايفني، تخيلني هيك انه زي تمثال الحريه، انا ماسك القلم بايدي هيك ومثبت ايدي هيك بالهواء مثبته، فهي ايش وظيفتها؟ هاي عن ارى عن ايزومتريك، تمام؟ تمام. هون حطيت لك نفس الرسمات طبعا، هي شرحت لكم اياها فوق انا بالسلايد اللي قبل، انه الايزو الايزومتريك بضلها نفس الطول، هي الطول نفسه، ولكن التنشن هون عندي بيختلف، عندي هون التنشن بضل زي ما هو ولكن الطول قل، الشورتنس. طيب احنا هيك خلصنا موضوع اللي هو ايزومتريك والايزوتونيك او تايب اوف كونتراكشن. راح نحكي طبعا هسه عن التايب اوف تايب اوف ماسلز فايبرز، راح نحكي عن ريليشن شيب اوف كونتراكشن مع الفيلوسيتي. الفيلوسيتي طيب خليني بس ماي اكمل. طيب هسه بده نحكي عن الريليشن شيب الكونتراكشن والفيلوسيتي. بعطيكم اياها انا على بلاطه، عندنا كل ما زاد كل ما زاد عندي اللود، اكتب لكم اياها هون، كل ما زاد اللود اللون كل ما زاد اللود شو بسوي؟ كل ما زاد الكونتراكشن طبيعي، يعني كل ما ازيد وزن راح ازيد الكونتراكشن. طيب كل ما قل، هون بدك تركز على قل، قل شو اللي قل؟ فيلوسيتي، فيلوسيتي. إذن عندي علاقة طردية بين اللود والكونتراكشن، اللود والكونتراكشن علاقة بينهم طردية، كل ما زاد اللود كل ما زاد الكونتراكشن، كل ما زاد الكونتراكشن بعرف إنه زاد اللود. طيب كل ما زاد اللود قلت الفيلوسيتي، كل ما قل اللود كل ما زادت الفيلوسيتي. طب كل ما زاد الكونتراكشن قلت الفيلوسيتي، إذن علاقة عكسية، الفيلوسيتي علاقة عكسية مع اللود والكونتراكشن، وعلاقة اللود مع الكونتراكشن علاقة طردية. هذا كل اللي بدي اياه منك من هون. هاي هون بحكي لك افتر لود، انه فيش عندي هون افتر لود، يعني ما عندي هون وزن، انا بحكي لك بكون عندي ماكسيمم فيلوسيتي. طب ليش؟ انا حكيت لك انه علاقه عكسيه، اذا عندي اللود صفر، اذا عندي هون اللود قليل نحكي انه صفر، فيلوسيتي عالي، فاذا بعطيني ماكسيمم فيلوسيتي. اذا ما تبي يعطيني ماكسيمم فيلوسيتي لما يكون اللود صفر، يعني لما انا احمل شيء وزنه صفر. بعرفش كيف بدك تحمل شيء وزنه صفر، بس انت لما تحمل شيء وزنه صفر، طبعا هي ثيوري. شو يعني ثيوري؟ هي نظريه، تمام؟ فعشان هيك احنا بنفترض انه احنا مثلا ما حملت شيء، انت حامل شيء صفر، انت حامل شيء وزنه صفر، راح اعطيك ماكسيمم فيلوسيتي ات مينيمم لود. طيب انا هسه انكريز الافتر لود، اللي هو انا زدت اللود، حكينا اللود زاد الكونتراكشن راح يزيد والفيلوسيتي راح تقل، فهمت شو راح يكون؟ الكونتراكشن فيلوسيتي ديكريز. اي بس انت شايف هذا كله هذا التخبيص كله بهاي بهذول الكلمتين، بس بدي منك هذول. كل ما زاد عندي اللود كل ما زاد الكونتراكشن، كل ما زاد الكونتراكشن زاد اللود، ولكن كل ما كان علاقه معهم عكسيه مع الفيلوسيتي، تمام. كونتراكشن فيلوسيتي از زيرو وين افتر لود ماكس فورس اوف كونتراكشن، نفس الموضوع اللي حكيناه فوق. طيب بقول لك هيو لارجر، طبعا هون راح هون بحكي لك عن التايب اوف ماسلز، حكينا في عنا وايت ماسلز وفي ريد ماسلز، ما حكينا طبعا لسه، راح احكي لكم عنه هسه في المحاضرات الجاي. هي بحكي لك هون الفيلوسيتي، الفيلوسيتي اوف كونتراكشن اللي هي قوه سرعه الانقباض مع الكونتراكشن مع اللود، حكينا انه علاقه بينهم عكسيه. انتم ملاحظين انه هيك العلاقه عكسيه، احنا نعرف انه العلاقه طرديه، نرجع لشويه رياضيات وفيزياء، نعرف انه العلاقه الطرديه بتتمثل هيك بعلاقه خطيه، هي هيك انه عندي علاقه طرديه. العلاقه العكسيه هيك بتكون، العلاقه العكسيه انه كل ما زاد عندي مثلا الاكس اكسس، عند الواي اكسس عند الواي اكسس شو ماله؟ بقل. اي انا رحت هيك عند الواي اكسس بقل، بقل ارتفاعه، رحت انا وصلت هون قل عندي ارتفاعه، تمام؟ اما هون انا هيك كل ما زاد عندي الاكس اكسس زاد عندي الواي اكسس، كل ما زاد عندي الاكس اكسس، فعشان هيك علاقه طرديه وعلاقه عكسيه. فإذا هون احنا بنلاحظ من الشيب تاعه انه هي علاقه عكسيه بين اللود والفيلوسيتي، فعشان حكيت لك انه اللود والكونتراكشن علاقه بينهم طرديه، تمام؟ يعني ارسم لكم اياها بشكل ثاني، نعتبر انه هاي علاقه اللود والكونتراكشن، هاي اللود
وهي الكونتراكشن هيك لود والكونتراكشن علاقة بينهم طردية. طيب بالنسبة لللود اللود والايش والفلوسيتي علاقة بينهم ايش عكسية. هذا بدي اياه منك. اذا انا كل اللي بدي اياه منك بهذا السلايد انه بحكي لك كل ما زادت الفلوسيتي كل ما زاد قصدي اللود كل ما زاد الكونتراكشن وكل ما زاد الكونتراكشن بعرف انه زاد اللود. طيب كل ما زاد الفلوسيتي كل ما قل اللود وكل ما زاد اللود قلت الفلوسيتي وكل ما زاد الكونتراكشن قلت الفلوسيتي. علاقة هاي بس الجملة هاي احفظها من هون اللي حكيت لك اياه وانا اصلا فسرت لك اياها تمام اعرفها وخلاص ما بدنا شيء ثاني من هذا السلايد. اصلا هيك قراءه هي كلها قرات لكم اياها وحكيت لكم انه بحكي لك هون ثيوري بحكي لك انه نو افتر لود. اذا انا حملت شيء وزنه صفر فراح اعطيني ماكسيمم فيلوسيتي لانه حكيت لك انه كل ما زاد كل ما قل اللود كل ما زاد الفيلوسيتي. فاذا عندي اللود صفر راح يكون عندي فيلوسيتي اعلى ما يمكن. طيب نحكي نبدا بالموضوع الجديد. هو مش موضوع جديد هاي تكمله الموضوع اللي بالسلايد الاول انا حكيت لكم اياه. طبعا هذا كله حكيته بالسلايد الاول. تذكر هاي السلايد هذا تذكر لما انا حكيت لكم عن رجعت لكم كل موضوع الكونتراكشن قلت لكم انه الاكشن بوتنشال وفي عندنا تنسي بيريد اللي هي البيريد فروم ذا ثريشولد تو ذا ماسلز كونتراكشن. حكيت لكم انه بيصير خلالها انه الانتراسيريال كالسيوم كلياتها بتطلع من الساكروبليزما كريتيكولم قبل ما يصير عندي الكونتراكشن ويرتبط بالتروبانين سي ويحرك لي التروبانين اي ويعمل لي يكشف لي الاكتيف سايت الموجود على الاكتين ويعمل سلايدنج فيلمنت ويحركها باتجاه الام لاين. انه كلياته هذا الوقت كلياته هذا بنسميه شو بنسميه اللي هي الكونتراكشن علاقتها بالميكانيكال الكتريكال العلاقه بينهم يعني علاقه بين الالكتريكال اللي هي الحركة الكالسيوم والايونات وعلاقة الميكانيكال اللي عملتها اللي هي الكونتراكشن. طيب نكمل الموضوع هون. عندي بحكي لك هون عندي بيجي عندي اكشن بوتنشال الكونتراكشن. طيب لتنسي بحكي لك لتنسي بيريد مش حكيت لكم في شيء اسمه لتنسي بيريد اللي هي التايم فروم ذا ثريشولد تو ذا بيجينينج اوف اكشن تو ذا بيجينينج اوف كونتراكشن اوف ماسلز. يعني نحكي مثلا هي عندي هون بمثل لك الاكشن بوتنشال هي بلش الاكشن بوتنشال هون نهايه الاكشن بوتنشال وين هيها صح بدايه كونتراكشن هاي شايف هاي الفتره هاي 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 شو بنسميها بنسميها لتنسي بيريد هاي لتنسي بيريد هاي الكونتراكشن هاي بمثل لك التنشن هاي بمثل لك هاي هاي هون مثلا حطيت لك الليتنت بيريد هاي الليتنس بيريد هاي تمثل هاي هاي عندي الكونتراكشن تمام وعندي هون كان قبل لي اذا كان اكشن بوتنشال كان في عندي هون اكشن بوتنشال باخريه الاكشن بوتنشال شايف اخريته هاي مع اول الكونتراكشن هي بنسميها الليتنسي بيريود تساوي 2 ملي سكند يعني 2 ملي ثانيه. طيب ديوريشن تويتش فيريز ان تايب اوف ماسلز بحكي لك انه هاي الوقت بيختلف من ماسلز لماسلز طبعا هسه رح نحكي عنهم بالتفصيل لما نحكي عن تايب اوف ماسلز فايبرز. هون بحكي لك عن فاست ماسلز فايبرز طبعا هذا غلط بالسلايدات طبعا غلط كبير انه دكتور حاطط لنا مثلا فاست ماسلز فايبرز والسلو ماسلز فايبرز قبل شو قبل ما يحكي لنا اصلا التايب اوف سكيلتال ماسلز. طب احنا لازم نكون عارفين اصلا التايب اوف سكيلتال ماسلز هسه راح اشرح لكم عنها قبل ما نحكي عن موضوع الفاست ماسلز فايبرز خلينا يعني خلاص الموضوع انه هذول المفروض انه ما يكون موقعهم هون لازم يكون هذا كل سلايد هذا المفروض يكون بعد تايب اوف سكيلتال ماسلز. فانا هسه راح ارجع لكم التايب اوف سكيلتال ماسلز بعدين ارجع لكم عليه يعني ارجع لهي الجزئيه. طيب بس بشكل عام انا بدي اياك منك بالالكتريكال الميكانيكال ريسبونس انك تعرف لي انه شو بصير عندنا. طبعا هون بالميماليان سكيلتال ماسلز انه هون بيحكي لك عن الثدييات بشكل عام تمام. اللي بدي اياك منك تعرفه انه كيف بصير عندي الاكشن بوتنشال بنتقل على الماسلز فايبرز او الساكرولينيا على تي تيوز بعديها الدي اتش ار بسحب لي الار واي ار بعديها بطلع لي الكالسيوم بعديها برتبط بالتروبانين سي بعديها بغير لي التروبانين تي بعديها بفتح الاكتف سايت الموجود على الاكتين بعديها بيعمل لي الهيد اوف مايوسين الكريستوم بريدج. هاي كلياتها انه علاقتها مع بعض بالتنشن وعلاقتها بالهذا وانه حكيت لك الترمينولوجي تاع الليتنسي بيريود اللي هو تساوي الانسان تقريبا 2 ملي سكند انه هو شو هي هي الوقت اللي من الثريشولد الى بدايه الكونتراكشن هي بنسميه لتنسي بيريود. طيب
هسه بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو تايب اوف سكيليتال ماسلز. في عنا نوعين، في عنا وايت واللي هو نفسه بنسميه برضه فاست واللي هو نفسه تايب 2. يعني عندنا ثلاث اسماء لنفس الماسلز فايبرز، يا اما بنسميه وايت، خلينا اكتبكم اياهم هون. عندي نوعين للتايب اوف ماسلز، تايب اوف ماسلز عندي اياهم نوعين، تايب اوف ماسلز عندي نوعين، تايب اوف ماسلز عندي شو نوعين، يا عندي تايب 2، تايب 2 هاي 2 باللاتيني، وهي تايب 1. تايب 2 نفسه اسمه فاست، هون نفسه اسمه سلو. طيب هون برضو نفسه شو اسمه، حكينا هون اسمه تايب 2 وهون اسمه فاست وبرضو اسمه وايت. هسا رح احكي لكم ليش وايت. هون برضو بنسميه ريد، تمام. هذول التايب اوف ماسلز، هسا رح احكي لكم عن خصائص كل واحد فيهم. طيب اول موضوع بدي احكي لنا عن التايب اوف ماسلز اللي هي الفروق اللي بينهم، اللي هي السبيد اوف التويتش او الكونتراكشن. بحكي لي يعني تايب 2 عندنا مثلا، تايب 2 عندي فاست اسمه صح، راح يكون هو اسرع. التايب 1 عندي اسمه سلو فهو راح يكون ابطا. طب ليش اسرع وابطا؟ بحكي لي عندي بكون بالسريع، هيو سبيد كونتراكشن ديترمايند باي الفي ماكس الفيلوسيتي ماكس اوف مايوسين اي تي بيز. تعرف المايوسين اي تي بيز تذكروها لما حكينا عن تركيب المايوسين، انه في تو هيفي تشين وفيها اربع لايت تشين. الاربع لايت تشين هاي بكون عباره عن تو الهيد، تو هيد بكون فيها عندنا اكتف سايت اللي هو المكان اللي مرتبط فيه الاكتف سايت اوف اكتين والمكان اللي فيه الاي تي بيز مايوسين. شايفين هاي الفاست او الوايت او تايب 2 او تايب 2 مش حكينا عنها انها فاست، بكون عندنا هاي فيلوسيتي ماكس. كل ما زاد عندي الفيلوسيتي ماكس كل ما زاد عندي السرعه بزيد عندي السرعه، سبحان الله. يعني رابيد كروس بريدج سايكلينج بزيد عندي الجسور العرضيه وانشائها او سلايدنج فيلمنت ثيوري، ريبيد ريت شورتنينج بزيد كمان. يعني بزيد عندي كل شيء بتعلق بالكونتراكشن اوف ماسلز عندي بزيد. الرابيد كروس بريدج بزيد السايكلينج تاعها، يعني تكوين الجسور العرضيه وفكها وتكوين الجسور العرضيه مره اخرى وفكها، تكوين الجسور العرضيه وفكها مره اخرى، كلياتها بزيد عندي سرعته. والرابيد ريت اوف شورتنينج بزيد عندي الشورتنينج اوف الساركوميرز، مش حكينا انه اصلا حكينا بنعمل الكونتراكشن كل ما بتجه باتجاه الام لاين وبتقل عندي طول الساركوميرز. طيب بالنسبه للسلو او الريد ماسلز فايبرز او تايب 1 بنسميها تايب 1، شو بكون عندي؟ سلو كريس بريدج سايكلينج، مش هون عم حكينا عندنا لو فيلوسيتي ماكس، فعندنا رح تكون بطيئه بالانشاء الجسور العرضيه. وسلو ريت اوف اوف شورتنينج، هون عندي رابيد ريت اوف شورتنينج، نفس الموضوع. عندنا بتكوين الجسور العرضيه عندي هون ابطا، فاذا عشان هيك هي بطيئه. وهون عندي تكوين الجسور العرضيه بشكل اسرع، فعشان هيك ايش هي كانت سريعه. حكينا هاد بيعتمد كلها ديترمايند باي فيلوسيتي ماكس باي اوف مايوسين اي تي بيز، حكينا الهيد اوف مايوسين. بقول لك موست هون بدي احكي لك عن معلومه، بحكي لك انه عندنا العضلات بشكل كامل، مثلا بحكي عن عضله الترايسبس، بحكي عن عضله البايسبس، بحكي عن عضله الكوادرس بايسبس فيمورس الموجوده بالثاي، بحكي عن الجلوتس، بحكي عن بكتراليس ميجر، بحكي عن بكتراليس ماينر، كلياتهم بحكي عنهم. بحكي لك كل هاي العضلات كونتين بوث تايب اوف فايبرز، يعني بكون فيها بوث تايب اوف ماسل، بكون فيها فاست وبكون فيها سلو. ولكن لكن لكن بدك تدقق معي على هالموضوع، الموتر يونت اللي رح نحكي عنه كمان شوي، حكينا عنه بمحاضره اللي قبل. الموتر يونت، كل الموتر يونت يعني بنحكي عن موتر يونت واحد بيكون له نفس النوع من المسلز فايبرز. خلينا نفرق المسلز بشكل عام، كلها المسلز كبير، مش احنا حكينا انه مسلز فيها مجموعه من المسلز فايبرز، تمام. هذول المسلز شايفينهم، المسلز هاي الوحده هاي فيها بكون انواع، بكون فيها بث يعني بوث تايب اوف فايبرز، يا بكون فيها فاست وبكون فيها سلو. ولكن الموتر يونت يعني الموتر يونت الوحده الحركيه الواحده بكون فيها نوع واحد فقط من الموتر، بكون فيها نوع واحد فقط من الفايبر، يا سلو يا سبيد. حلوين. ديوريشن ايزومتريك، هاي معلومه طبعا تقراوها، انه تنشن تشينجز حكينا عنها برضه بالقبل، ما في داعي لأعيدها، سهل كثير معلومة. طيب
هو بيحكي لك برضه تكملة التايب اوف ماسل اوف سكيلتال ماسلز. عندنا ريزيدنس تو فاتيج، انه تحملها للاجهاد. الفاست اند سلو فايبرز شو ديفرنت ريزيدنس تو فاتيج. طب هذا كله ايش بيعتمد؟ عندنا سلو فايبرز، سلو فايبرز اللي هي تايب 1 او اللي سميناها وايت، عندنا بتعتمد على الاكسيديتيف. الاكسيديتيف شو يعني اكسيديتيف؟ بتتذكروا الاكسيديتيف فوسفوليريشن اللي حكينا عنه بالبايو، بالميديكال بايو؟ تذكروا لما حكينا انه في عندي اكسيديتيف فوسفوليريشن بدخل عندي الناد اتش بلس بطلع لي 6 اي تي بي، ومنها بمر عندنا الرايبوز بتحول عندي الجلوكوز لرايبوز فوسفيت، بعديها بصير عندي كل السايكلز الكبيره هذيك اللي كنا نحكي عنها انه في 10 سايكلز بطلع لي اخرتها انه 6 اي تي بي. تذكروا هذا الموضوع. كله هذا الفاتيج اصلا من ايش بيسوي؟ انه فيش عندي اي تي بي، تمام؟ فاذا عندي سلو فايبرز اللي هي التايب 1 او الوايت بتتغذى على الاكسيديتيف فوسفوليريشن. بحكي لك انرفيتد باي سمولر نيرف فايبرز، هذه بتحفظوها انه هي بتتغذى من سمولر نيرف فايبرز هاي مايوبلين كونتنت مايوجلوبين. بدي احكي لكم عن المايوجلوبين بشكل يعني شوي. بتعرفوا احنا بنعرف انه في شيء اسمه الهيموجلوبين، صح؟ هي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين احنا بنعرف انه 4 ستراند من البيبتايد، تمام؟ بيحمل كل الاكسجين، فيها كل وحده فيها حديد، وكل وحده فيها مغطيه ب اورجانيك كومبوننت. طبعا هاي بتحمل كل وحده فيها جزيء اكسجين، جزيء اكسجين، جزيء اكسجين، تمام؟ هون هاي موجوده وين؟ هاي موجوده بالبلط، نعرف انه موجوده بالبلط خصوصا بالريد بلد سيل. المايوجلوبين نفس الهيموجلوبين، نفس الشيء، بنقل الاكسجين، بس بنقل الاكسجين ولكن بكون لونه احمر، بتميز انه لونه احمر، وبتميز انه موس موجود بالمسلز. طبعا احنا بنعرف انه مايو اصلا تمثل المسلز دائما، بنحكي مايو هي مسلز. طيب برضه خاصيه ثانيه بيحكي لك انه هاي كابيلري، هاي كابيلري هون ثواني، سلو فايبرز احنا حكينا ريد مش وايت، انا بعتذر انه هي ريد مش وايت، تمام؟ عندنا هاي كابيلري دنسيتي، فيها كابيلري عالي، فيها بلاد سبلاي عالي، اذا هيك عشان هيك اذا هي بتتبادل مواد بشكل كبير، تمام؟ بتتبادل مواد يعني بتبادل نوتريشن مع بتبادل اكسجين، بتبادل الغذاء، فهي يعني بحركه دوريه دائمه. عندنا فيها متكندريا كثير، متكندريا فيها كثير. طب ليش فيها متكندريا كثير؟ مش احنا كان اكسيديتيف فوسفوليريشن حكينا اصلا الاكسيديتيف فوسفوليريشن وين بيصير؟ بيصير بالانر ممبرين اوف متكندريا، حكينا انه بيصير بهالمنطقه. هاي المتكندريا مثلا عندي هيك، عندي هاي الميتوكوندريا في الانر ميمبرين، هاي بصير وهون بصير عندي الاكسيديتيف فوسفوليريشن، عشان هيك بده ميتوكوندريا عاليه. صبرت هاي ليفل اوف اكسيديتيف ميتابوليزم، عشان هيك اصلا ليش بده ميتوكوندريا عاليه؟ عشان اعمل الاكسيديتيف فوسفوليريشن اللي هو مصدر الغذاء الاول لهاي النوع من المسلز. بحكي لك لو جلايكوتيك انزايم كونتنت، فيش في جلايكوتيك انزايمز، هسه رح احكي لكم ليش فيش في جلايكوتيك انزايم، بس انتم احفظوها. جلايكوتيك انزيم اللي هو حكينا الانزيم اللي بنحتاجه بشو؟ بالاوروبيك والان اوروبيك ريسبيريشن، اللي هو اللي بتنتج لاكتيك اسيد ومنها اللي بتنتج الناد بلس اند اي تي بي. راح احكي عنهم هسه بالفاست فايبرز. الفاست فايبرز نفسها اللي هي وايت، فيها جلايكوتيك فايبرز، جلايكوتيك انزيم موجود فيها بشكل كبير، جلايكوتيك انزيم بكون فيها كثير عالي. حكينا ليش؟ لانه اصلا هي بتعتمد على غذائها بالاوروبيك والان اوروبيك ريسبيريشن. بذكركم معلومه بسيطه انه الاكسيديتيف فوسفوليريشن هو اكبر مصدر بيطلع اي تي بي، تمام؟ الاكسيديتيف فوسفوليريشن ايش ماله؟ هو بيطلع اكثر مصدر للاي تي بي. وبنعرف بنفس الوقت انه الاوروبيك والانوروبيك بيطلعوا اي تي بي. مثلا الاوروبيك الاوروبيك بيطلع عندنا 2 اي تي بي مع الناد اتش مع اللاكتيك اسيد. متذكرين هذا انه اللاكتيك اسيد عندنا ليش بيصير اصلا عند بالالم في العضلات والموضوع هذا انه قله الاكسجين. هسه بالنسبه للاوروبيك احنا كنا بطلع الاوروبيك اذا متذكرين بطلع اي تي بي وبطلع البايروفيت اسيد. تذكروا البايروفيت اسيد لما يدخل الكريبس سايكل اللي هي فيها 8 مراحل، راح نحكي طبعا هذا كله راح نرجع نعيده بالبايوكيمستري في الفصل الصيفي الجاي. فانا ما بدكم منكم تتعمقوا بالتفاصيل هاي، ولكن بدي منكم انكم تعرفوا شغله واحده انه الاكسيديتيف فوسفوليريشن اللي بيصير بسلو فايبرز بينتج طاقه اعلى، يعني بينتج اي تي بي اعلى من الاوروبيك والانوروبيك ريسبيريشن اللي بيصير بالجلايكوتيك او الاوروبيك ريسبيريشن. طيب بحكي لك عندنا لو مايوجلوبين كونتنت، عشان هيك بتظهر باللون الابيض. مش حكينا إنه المايوجلوبين هو نفس الهيموجلوبين، نفس وظيفة الهيموجلوبين، ولكن بتميز إنه موجود بالمسلز. حكينا بتميز برضو إنه لونه أحمر. طب إذا عندي لون أحمر خفيف،
فراح يكون عندي وايت. فهمت علي كيف؟ هاي ليش لونها احمر؟ ليش سميناها اصلا سلو فايبرز؟ سميناها ريد ماسلز فايبرز لانه فيها مايوجلوبين عالي، فاذا عندها فيها مايوجلوبين عالي شو؟ لونها احمر، غلب عليها اللون. هون ما فيش عندي مايوجلوبين فراح يكون عندها لونها مايل ابيض. بحكي لك هون كان عندنا لو كابيلري دنسيتي، هون حكينا انه في عندنا يعني احنا كان انه بالسلو فايبرز عندنا دنسيتي عالي للكابيلري، فيها تبادل كثير. هون حكينا عندنا لو كابيلري دنسيتي، فيو متكندريا، هون عندنا اقل. اذا عندنا بالفاست فايبرز عندنا متكندريا اقل، وعندنا الكابيلري دنسيتي اقل، وعندنا المايوجلوبين اقل، تمام؟ عشان هيك لونها ابيض. وعندها شغله واحده اكثر من السلو فايبرز اللي هي ايش؟ هاي جلايكوتيك انزيم اللي بنحتاجه بالاوروبيك والان اوروبيك كومباوند اللي بتيجي بتنتج لي بايروفيت اسيد، بتنتج لي ناد بلس والجلوكوز. عشان كل هذا الحكي عشان تنتج لي جنريت تو جنريت اي تي بي. حلوين حلوين، اكيد فهمت علي لانه الموضوع اصلا سهل وانا اصلا حفظتكم اياه من كثر ما عدته اكيد. واذا ما حفظته ما ترجع تدرسها مره ثانيه، عيد الفيديو مره ثانيه، بس عيد اخر 10 دقائق اللي عم اشرح فيهم عيدهم مره ثانيه بتكون انت فهمت الموضوع. هون طبعا بيحكي لي عن شغله انه بالسلو ريد ماسلز بتضلها تنشن زي ما هو، تمام؟ عندي بالفاست او الوايت ماسلز عندي تنشن بقل. هسه راح احكي لكم عن هذا الموضوع، تمام؟ راح احكي لكم عن هذا الموضوع. اذا كل هذا حكيته ما بدك اياه، شايف هذا ما بدك تشوفه، اذا مش جابلك تشوفه بس بدي اياه منك. هاي كل المقارنه بينهم بين السلو فايبرس والفاست فايبرس اللي هي الوايت ماسلز او تايب 1، هم مسمي لك اياها باسمين حتى اللي هي ثلاث اسماء. سلو فايبرز ار سمولر ذان فاست فايبرز، هذا اول معلومه. هون بحكي لك ار لارجر فور جريت سترينجز اوف كونتراكشن، هذا بتعرف الاشياء اللي هاي فيها. اذا انت فهمت كل شيء حكيت فيه مش فيش داعي تقرا هدول، فان هدول موضوع لك انت بتحب تقارن او اذا بدك بكاش تحفظ من هدول بتقدر تطنشهم كلياتهم هدول. بس مش غلط انك تقراهم يعني، عشان هاي بتفهمك اصلا انه في متكندري قليل. طب ليش انا في متكندري قليل؟ لانه اصلا ما بحتاج، لاني انا اصلا بعتمد على الجلايكوتيك انزيم عشان انتج غذائي او عشان انتج الاي تي بي اللي هي عن طريق الاوروبيك والان اوروبيك ريسبيريشن. طبعا بحكي قاعد عن الفاست فايبرز او الوايت فايبرز. فان هذا الموضوع كلياته انا شرحته، حكيت لكم انه هي مقارنه بتقراوها انتم لحالكم. متفقين هيك؟ احنا ان شاء الله متفقين. عندنا هسه بدنا نحكي عن الموتر يونت. حكينا عن الموتر يونت بالمحاضره رقم 1، حكينا انه هي كولكشن اوف ماسلز فايبرز ذات انرفيتد باي ا سنجل موتر نيرون. يعني حكينا انه المسلز بغذيها نيرون، تمام؟ هذا النيرون ماسك اكثر من ماسلز فايبرز مع بعض، بغذيهم كلياتهم مع بعض. شايفين هاي الوحده هاي كامله، هاي السباينال كورد، هاي الدورزال هورن، وهي الليترال هورن. الليترال هورن طبعا حكينا مسؤول عن الاوتونوميك نيرف سيستم، وهي الفنترال هورن. الفنترال هورن طلعني موتر نيرون، الموتر نيرون هذا راح على المسلز، هاي المسلز نحكي انه هاي مثلا بايسبس راح عليها، تمام؟ حركت لي راح عند المسلز فايبرز، هاي المسلز بندلز راح المسلز بندلز. فيها عندنا حكينا مش اندوميزيوم، ذكروا شغله الابيميزيوم والوريميزيوم، حكينا لكم انه فيها فيسلز تتميز البريميزيوم والابيميزيوم انه فيها فيسلز ونيرف سبلاي. طيب وصل النيرف سبلاي عندي وغذى هاي مجموعه المسلز فايبر، هاي كلياتها المسلز فايبر غذتها مع النيرون بسميها موتر يونت. هاي مجموعه الموتر نيرون هذا مع المسلز فايبر غذتها برضه بنسميها موتر نيرون. هذا واحد وهذا اثنين مثلا، هيك احنا متفقين ان شاء الله. اعادتكم تعريف موتور نيورون مره ثانيه. موتور يونت كونسيست اوف موتور نيورون اند جروب اوف سكيلتال ماسل فايبرز ذات انرفيت اوف سنجل موتور اكسون. طيب هاي حكيناها برضه، هسه حكيت لكم، هسه قلت لكم اياه. برانش تو انفيرت سيفرال ماسل فايبرز اند فانكشن توجذر جروب اولثو ايتش ماسل فايبرز انفيرت باي سنجل موتور نيورون انتاير ماسلز ماي ريسيف انبوت فروم 100 ديفرنت موتور نيورون. هون بحكي لك هون انه يمكن كل عضله receive input from 100 different motor neuron. طبعا معلومه بحكي لك اياها، بنحكي لك كل عضله كبيره، يعني عضله مثلا نحكي عن بيكترالس ميجر مثلا، بحكي لك انه هي بتتلقى receive input from 100 of different motor neuron من اكزونز من بتعمل سينابتيك كثير عليها. كل هاي مجموعه بنعمل عنهم موتور نيرون، كل موتور نيرون فيها نفس نوع المسلز فايبرز. انا بركز يا كلها بكون سلو يا كلها بكون فاست، ولكن نفس العضله كلها مثلا البكتروس ميجر بكون فيها فاست وبكون فيها شو؟ بكون فيها فاست وبكون فيها سلو. هيك احنا بنكون الموتر نيرون. الموتر نيرون طبعا بحكي لكم عنه شغله مهمه هون بهذه الزياده، اصلا هذا كله بالسلايد هذا كلياته بمحاضره رقم 1، ما في اي اضافه عليه، ولكن هذا بدنا نحكي عنه
الإشي الإضافي بهاي المحاضرة. بحكي لك all fibers are same type، تمام، fast or slow. بحكي لك دائما إنه بتكون نوع الفايبرز بيكون بالموتر نيرون دائما بيكون نفسها، تمام. السمول موتر نيرون بحكي لك من أمثلة عليها اللارينكس والإكسترا إيكولار، موجود باللارينكس، موجود بالإكسترا إيكولار. طبعا بدك احفظ الأمثلة. الكوادريسبس ماسلز، طبعا احنا بنعرف إنه الكوادريسبس ماسلز أصلا فيها أربع ريكتاس، صح؟ فيها أربع ريكتاس إذا متذكرين بالأناتومي. طبعا هم عبارة عن ماسلز كبيرة تمثل مين إكستنسر أوف ثاي، فعشان هيك هي كوادريسبس ماسلز هي كبيرة كثير. بحكي لك إز ماني أز 1000 فايبرس يونت، فيها 1000 فايبرس لكل يونت، لكل موتر يونت. تخيل إنه 1000 فايبر لكل يونت واحد، لكل موتر يونت واحد فيه 1000 فايبر. بحكي لك هي مخصصه بالكورس كنترول. طب شو يعني كورس كنترول؟ يعني اشياء ما بدها دقه، يعني ما فيها اكيورسي، يعني ما بدها دقه، انما ما بدها دقه، تمام. سلور رياكتنج، ركز معي. سمول موتر يونت حكينا زي اللارنكس والاكسترا ايكولار، بحكي لك انه فيها 10 فايبرز لكل يونت، هون في عندها 1000 فايبرز لكل يونت، اللارج موتور يونت. طيب عندنا البريسيز كنترول او اكيوريسي. شو يعني اكيوريسي؟ يعني بدها دقه، فيها دقه عاليه. يعني مثلا الاصابع اللي انت اصابع ايدك لما تعمل البوزيشن تاع الكتابه، الرايتنج بوزيشن، هاي بنسميها بريسيز كنترولز، وهي اكيوريسي عالي تاعها. الاكيوريسي تاع اكيوريسي عالي تاعها. طب شو يعني احنا بنعرف؟ بنعرف انه سمول موتور يونت تاعها، يعني اذا سمول موتور يونت، فاذا بنعرف برضو انه الموتور يونت فيها راح يكون 10 فايبرز لكل يونت. رابيد رياكتنج، رابيد رياكتنج يعني هي سريعه، ماشي. وهون يعني هي سلو، اتفقنا. اتوقع انه هيك واضح. موتور يونت اوفرلاب وش بروفايد ذا كوردينيشن. أنا هيك أنا أتوقع إني شرحت لكم الموضوع بشكل بسيط، إنه موتر يونت حكينا فيها لها نوعين، سمول موتر يونت ولارج موتر يونت. السمول موتر يونت بتتميز إنه بالوظائف اللي بدها أكيورسي أو بريسيز كنترول، أو واللارج موتر يونت واللارج موتر يونت نستخدمها بالكورس كنترولز أو الأشياء اللي ما بدها أكيورسي. بنمس عليها كوادريسبس ماسلز اللي هي هاي اللارج موتور نيرون، لانه فيها اكثر من 1000 فايبرز لكل يونت. اما هذه بكون 10 واقل فايبرز لكل يونت، اللي هي تحتاج اكيورسي عالي، اللي هي سمول موتور نيرون، السمول موتور يونت قصدي. طبعا حكينا انه برضه السمول موتور السمول موتور يونت بتكون عباره عن بتكون عندنا اياها فيها ربد رياكتنج، اما هذيك بكون فيها سلو رياكتنج. هيك احنا بنكون وصلنا للسلايد رقم 20. ضل عندنا كم موضوع اللي هو السميشن. السميشن طبعا احنا المفروض نكون متذكرينه من محاضرات السينابسز ومحاضرات النيرون والنيرف سيستم اللي اخذناهم مع الدكتور وليد. وطبعا ضل عندنا الستار كيس افكت والمسل ستون، ما ضل اشي. خلينا اشرح لكم المسل كونتراكشن اوف ديفرنت فورس سميشن. خلينا نحكي لكم سميشن. تذكروا انه سميشن انه احنا كنا نحكي مثلا انه عندنا نيرون، عندنا اكزون للنيرون، وكان مرتبط بهذا الاكزون عندنا في اكثر من سينابتك عامل. طيب هسه عامل اكثر من سينابتك، تمام، راح يكون في عندنا اذا متذكرين انه بيعطينا امبلسز، مش احنا حكينا انه كل نيرون بيعطينا امبلسز. طب هسه اذا اعطاني اثنين نيرون امبلسز بنفس الوقت، حكينا انه احنا بنسميهم ايش؟ سبيشال. حكينا انه في نوعين اصلا، هم تيمبرال وسبيشال. سبيشال انه لما يكون عندي اثنين نيرون بعطوا بنفس الوقت، والتيمبرال لما يكون عندي نيرون واحد قاعد بعطي اكثر من امبلسز بنفس الوقت. هذا طبعا محاضر السينابسز، محاضر رقم 22. هذا المحاضر رقم 22 قاعد بحكي فيه انا هسه. حكينا انه بسبب اي بي اس بي، وحكينا في إشي اسمه إنهبتري برضو EPSP، حكينا إنه هذا بسبب زيادة فصير يرفع لي ثريشولد. بعديها عملت أنا EPSP مرة ثانية، هيك بالضبط. خلينا أعرفكم إياه الموضوع. أنا مثلا عندي هيك، تمام، هاي عندي البوتنشال، وعندي هنا الملي سكند مثلا، هاي عندي هيك مثلا، عندي كان
ماشي. هي كان الاكشن بوتنشال اللي هو الريستنج ممبرين بوتنشال، اعطاني وحده اي بي اس بي، بعديها قبل ما يوقع هيك قبل ما يخف مره ثانيه اعطاني وحده ثانيه، وصل لايش؟ للثريشولد. هون حكينا انه في ثريشولد، هاد بنسميه سميشن. اللي صار بنسميه سميشن، انه هاي جمعت مع هاي اعطتني شو، عملت لي الاكشن بوتنشال وسوت لي الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، بعديها الهايبر بولاريزيشن، بعديها الريفركتوري بيريود. طيب نرجع للسلايدات. السميشن بحكي لك اكيور ان تو ويز، هذا سميشن. يعني عشان هذا تذكروا انه حكينا برضه السميشن بالسينابسس بصير بصير برضه ان تو ويز، حكينا يا تيمبرال يا سبيشال. السبيشال انه بسوي لك اياه بسوي لك اياه انه تو نيرون بصير يعطوني امبلسز بنفس الوقت، اما التيمبرال بعطيني نيرون واحد قاعد بعطيني امبلسز كثير بنفس الوقت، يعني بعطيني قاعد امبلسز 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 امبلسز، فبضل يرفع لي لحتى يعمل لي سميشن. السميشن هذا بيرفع لي الثريشولد، بعدين بيعمل لي اكشن بوتنشال. فهم برضه هون بالمصز نفس القصه، نفس القصه تماما. عندي هون سميناها ريكروتمنت اوف موتور يونتس، كيف يعني مالتيبل فايبر سميشن. نفس القصه، مش انا حكيت لكم انه هناك بنعمل سبيشال زي السبيشال، خليني اكتب لكم والله كيف عشان اذا انتم متمكنين من النيورون راح تحسوها سهله. سبيشال هيا سبيشال، تمام. وهون عندي التمبرال، تمام. هاي التمبرال هاي سبيشال، حكينا انه هاي بيكون عندي تو نيرون مثلا، هاي عندي الاكزون، بيجي عندي هون سينابتك بيجي هون سينابتك، بعطوني بنفس الوقت عملوا لي اي بي اس بي اي بي اس بي، فصار عندي هون وصل الثريشل وعمل هون سميشن، تمام. هون شو بكون عندي؟ عندي بكون البري سينابتك نيرون، عندي هون الاكزون، ضل عمل لي هون اول شيء اي بي اس بي، بعدين عمل مره ثانيه اي بي اس بي، بعدين عمل مره ثانيه اي بي اس بي، تمام، لحتى شو رفع لعند الثريشولد، بعديها شو كمل هون الاكشن بوتنشال. وهو نفس القصه تماما، هو سميناها بس بالمصل شو سميناها؟ ريكروتمنت اوف موتور يونتس اللي هي مالتيبل فاير فايبر سميشن، وبرضه هون سميناها الانكريز فريكونسي اوف كونتراكشن، يعني نفس العضله نفس العضله نضلنا نعطيها امبلسز. فهم التنتين نفس الشيء. اذا انت مش مكمل الموضوع هذا بس تراجع محاضره رقم 22، طبعا انا شرحت لك اياه، انا شرحت لك اياه اصلا، هي حتى انت هيك انا تقريبا شرحت لك محاضره رقم 22، حكيت لك سبيشال والتمبرال، الفرق بينهم انه هذاك التوني نيرون بنفس الوقت قاعدين بيعطوك اللي هي السبيشال او ريكروتمنت اوف ماتر يونتس، اللي هي هاي السبيشال والريكروتمنت اوف ريكروتمنت اوف ماتر يونت، نفس القصه انه بكينا تو نيرون للمسلس فايبر او تو نيرون بالسبيشال لنفس النيرون، تمام. اما انكريزنج ذا فريكوانسي اوف كونتراكشن حكينا اللي هو زي التمبرال، لانه نفس النيرون قاعد بعطيني سميشن وبعطيني امبلسز للعضله ورا بعض، عشان هيك بيعمل لي سميشن وبضل يرفع لي اياها. طيب هون قاعد بعد لك هون الموضوع بشكل سريع برضه مره ثانيه. الفورس سميشن بحكي لك انكريز كونتراكشن انتنسيتي، يعني بزيد كثافه الانقباض از ا ريزلت ل انديفنشنال بنش اوف كونتراكشن. يعني انا باختصار strength of contraction، وهون عندي rate of stimulation، هون عمل لي stimulation بعدين stimulation بعدين stimulation 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 stimulation، عمل لعند summation، summation هاد عنده وصل threshold، بعدين بيكمل لحاله بيكمل عندنا لحاله، تمام. عندنا حكينا زي ما هيك multiple fiber summation، يعني بنعمل increase number of motor unit، نفس اللي حكينا عنها اللي هي هاي recruitment، تمام. وعندنا هون الفريكوانسي سميشن، انه نفس العضله انه نفس النيورون بضل يعطي نفس العضله نيورونات ورا بعض بنفس الوقت، تمام. تمبرول اللي هي بنسميها تمبرول كنا ايش بالنيورون، هون كنا نسميها سبيشال، تمام تمام. اذا هاي نفس هاي نفس هاي ريكروتمنت، والانكريز فريكوانسي كونتراكشن نفس هاي، تمام. اللي شرحت لكم اياه فوق، فما في داعي اني اعيده، نفس الموضوع سهل بسيط جدا كثير، الموضوع ايزي. انتوا بس راجعوا محاضره رقم 22، الموضوع راح تلاقوه سهل، وانا اصلا شرحت لكم اياه هسه بالتفصيل من اول من صفر، شرحت لكم السبيشال وشرحت لكم النيرف سيستم كامل بالموضوع الموضوع اللي هي السميشن. هون برضه رجعت لك الموضوع بس على شكل دايجرام،
بيجي عندي الاكشن بوتنشال واحد، عمل لي اكشن بوتنشال، عمل لي ايش سنجل تويتش او كونتراكت الواحد، بعديها عمل لي اكشن بوتنشال ثاني، عمل لي رفع لي كونتراكت الثاني، عمل لي هون اثنين، هاي بهي الحاله عمل لي اثنين ورا بعض، شوف كيف اثنين ورا بعض، عمل لي هون هيك صار في عندي سميشن، شوف كيف ارتفع. طيب هون ضلوا عيد 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 عيد، وصل ضلوا يرتفع 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 لحتى يوصل لحالة تتنص. التتنص هاي في حالة انه خلاص ما بقدر عندي يصير في عندي contraction اكثر من هيك. طبعا بعد التتنص بصير عندي فاتيج، الفاتيج هاي الحالة انه خلاص بصير عندي نيرو ترانسميتر للأستلكولين، مش احنا حكينا انه عندي بكون عندنا بكون ثواني بكون عندنا النيرو البري سينابتيك نيرون بيجي عندي بهاي المنطقة، حكينا انه هم بكون في فيسكلز فيها استلكولين، الاستلكولين هذا بيرتبط على الموتر اندوبليت على ال ان ام اللي هي نيكوتينيك ماسكولار اللي حكيناها بالمحاضرة الماضية، بدخل لي صوديوم. طبعا انا اذا ضليتني هيك اعمل ضليتني اطلع استلكولين، والاستلكولين اصلا حكينا احنا كيف اصلا بيختفي، يا اما بتكسر ديسترويد وبرجع للتيرمينال هاد وبرجع بتصنعه مره ثانيه، يا اما برجع هو زي ما هو. طبعا انا هيك ضليتني اكسره راح يتكسر، يعني تجيني فتره وانا ضليتني هيك اضلني اصلا استعمل فيه راح يتكسر كلياته، فبوصل عندي لمرحله الفاتيج انه ما بطل عندي اقدر اطلع نيرو ترانسميتر، فبطل عندي كونتراكشن، فالحاضره العضله راح تعمل ريلاكسيشن لحالها من راسها. تمام. وهذا نفس الموضوع فيوز تتنس، نفس اللي حكيت لكم اياه بالموضوع، اقراوه لحالكم ما في اي صعوبه ان شاء الله. تمام، هي انا شرحت لكم اياه بالتفصيل موضوع السميشن، ارجعوا للمحاضره رقم 22 اذا بتحبوا، ارجعوا عيدوا الفيديو هذا كمان مره لاخر 10 دقائق بكون الموضوع ان شاء الله تمام و100% ان شاء الله. ضل عندنا موضوعين بالضبط، سلايدين ضل عندنا، اللي هو موضوع ستيركيز افكت اللي هي 3P، موضوع المسل ستون. خليني احكي لكم عن المسل ستيركيز افكت او 3P. لما نحكي احنا مثلا واحد بيلعب حديد او واحد بيلعب بالجيم، تمام، احنا معروف انه احنا قوتك بيزيد صح؟ انت ليش قوتك بتزيد؟ هاي شايف انه ليش قوتك بتزيد جواب سؤال، انه ليش انا قوتي بتزيد لما اروح على الجيم او لما اتدرب او لما اسوي اي جهد واضل مستمر على لحظه؟ بسبب الستيركيس افكت، تمام، او التريبي. بحكي لك انه انا متى بكون عندي صار عندي ثريشل، لما يكون العضله اي عضله عاديه، تمام، عضله عاديه تنشن، وعندي هون اللي هي عندي هون الكونتراكشن، عندي هون التنشن تاعها العضلة، وعندي هون الوقت، تمام، اللي هي التايم. طيب انا تنشن صح، هسا العضلة مثلا متعودة انها تعمل تنشن بشكل معين، حلوين. طيب احنا حكينا انه كيف تنقبض العضلة اصلا، انه الاساس انقباض العضلة اللي هي الساكروبلازمك ريتيكولم، لما تطلع الكالسيوم، لما الكالسيوم يطلع بالتروبينين سي ويحرك لي التروبينين تي ويفتح لي الاكتيف سايت عشان يرتبط الهيد اوف مايوسين معها. هسه انا متعود، انا عندي هيك العضله، عندي الكالسيوم بيطلع بهاي السرعه، مش احنا حكينا انه الالكتريكال ميكانيكال العلاقه بينهم هي اللي بالسلايد الاول، حكينا انه اصلا هي اساسها انه في عندنا اكشن بوتنشال، خلينا احذف هذه بسرعه، حكينا انه احنا عندنا اكشن بوتنشال، بصير الاكشن بوتنشال هذا بيصير عندي بعديها لتنسي بيريود اللي هي من الاند اوف اكشن بوتنشال لبدايه الكونتراكشن، هذا بنسميه لتنسي بيريود، وهي عندي خروج الكالسيوم، خروج الكالسيوم هو اساس انقباض العضله. طيب انا هسه ضلتني اعمل، انا هيك متعود جسمي، بعديها عملت اكشن بوتنشال مره ثانيه، بعديها عملت اكشن بوتنشال مره ثانيه، وبعديها عملت اكشن بوتنشال مره ثانيه، حركت العضله اكثر مره، خروج الكالسيوم كفاءته بتزيد، بصير جسمك بصير الكالسيوم يطلع برا بشكل اكبر من الساكروبلازمك ريتيكولم. طب اذا الكالسيوم طلع برا بشكل اسرع وبشكل اكبر، يعني راح يربط بالتروبينين سي بشكل اكبر، طب اذا ارتبط بالتروبينين سي اكثر، يعني راح احرك الكومبلكس تاع التروبينين كامل، التروبينين تي راح احركه بشكل اكبر، طب اذا حرك التروبينين تي بشكل اكبر ايش يعني؟ يعني بيفتح الاكتيف سايت بشكل اكبر، طب اذا فتح الاكتيف سايت بشكل اكبر، يعني حيرتبط الهيد اوف مايوسين مع الاكتيف سايت الموجود بالتروبينين تي بشكل اكبر، طيب اذا ارتبط بشكل اكبر يعني كروس بريدج اكبر، يعني ريسايكلينج اكبر، يعني اذا ريسايكلينج اكبر ايش يعني؟ يعني انقباض اكبر وانقباض اقوى. فهي هون كل تفسير اللي حكيت لك اياه اللي هي الستير كيسز
الثكت او التريبي، انه بحكي لك انه عندك هيو increase calcium ion in cytoplasm because release in more and more ion from the sacroplasmic reticulum with each successive muscle's action potential. بحكي لك انه مع كل action potential بيزيد عندك successive من sacroplasmic reticulum بيصير تفرز calcium بشكل اسرع، وهذا تفسيرها citric effect او trippy. تمام، بحكي لك انه strings of contraction increase blutia and phenomenon call. هاي خصوصا انا staircase effect بيصير بشكل اكبر بالcardiac muscles، واصلا بيستخدموها جدا كبير بالهيرت فيلير. الهيرت فيلير كادويه انه بيخلي لك الكالسيوم يطلع بشكل اكبر من السكروبلازم كريتيكولم، فاذا طلع بالسكروبلازم كريتيكولم انه هو بيعالج جزء من الفشل القلبي اللي صاير. هاي كل موضوع الستريك افكت، انه احنا جسمنا بتعود على ضغط معين على اكشن بوتنشال، فكل ما بتعطيه اكشن بوتنشال اكثر انه شو بصير يسوي لك؟ بصير قوه الكالسيوم تطلع برا اكثر، فاذا قوه الكالسيوم طلعت برا اكثر عندنا كونتراكشن اقوى وعندنا كونتراكشن اسرع. نحكي عن المسل ستون، هو موضوع بسيط وخفيف وحلو. المسل ستون بحكي لك انه في الوقت اللي انت بتكون العضله عندك فيها ريلاكسيشن في هذا الوقت بكون في عندي partial contraction in the same time، يعني in the same time which keep them firm يعني firm يعني ايش يعني ثابته، بتخلي لك اياها انها تظهر بشكل durable. تمام، this is called muscle stone. هذا تعريف المسل ستون. تمام، بحكي لك even يعني في حتى انه when muscles is relaxed nerve impulses from your brain stimulate group of muscles fibers within the contract to keep your muscles toned. انه بحكي لك في الوقت اللي انت تكون عضلتك فيها relaxation في in the same time في هذا الوقت بكون عندنا nerve impulses from your brain stimulate، انه بكون عندك البرين او spinal cord اللي هو central nerve system بكون شو عامل لي، بكون قاعد بعطيني stimulate muscles fibers to contract. تمام، حلوين. في عندي حالتين مرضيات هون باثو، نحكي شوية باثو اللي هي الباثو هايبوتونيا والهايبرتونيا. طب شو يعني هايبوتونيا؟ حكينا هايبو أصلا قلة، الهايبر أقل. طب الهايبوتونيا يعني أنا عندي تون، التون عندي قل، التون هذا. طب شو التون؟ حكينا إنه بيكون عندي بارشل كونتراكشن. طب عندي قل البارشل كونتراكشن إنه لور موتر نيرون ليجن، بحكي لك سببه caused by lower motor neuron lesion. طبعا هذا رح نحكي احنا عنه بالتفصيل بالباثو اللي هو الفصل السنة الثانية، من الفصل الأول بالسنة الثانية رح نحكي عن هذا الموضوع، ورح نحكي برضو انه هون برضو سببها هيا بحكي لك upper هيا caused by upper motor neuron. فانت مطلوب منك انه الكوز تاعها الأبر موتر نيرون بالهايبر واللور موتر نيرون بالهايبو. اذا انت من عقلك هايبو لور والهايبر upper، فهمت علي؟ انت احكي احفظهم هايبر ابر والهايبو لور. حلوين بكون عندك بيحكينا نفسها اسمها هايبر فليكسا ماسلز ويستنج اند فلاست. شو يعني فلاست؟ يعني هايبوتينيا. فلاست يعني بتكون العضله زي كانها باراليسز، يعني زي كانها العضله، احكي لك كيف العضله زي كانها نايمه وكثير كثير رخوه العضله. تمام، بكون بسبب انه فيش عندك تون، فيش عندك ستيمولس. بكون سببها السبب الرئيسي لهذا الفلاست هاي انه النيرف سبلاي ذات سبلاي ذا ماسلز او الفاسلز فايبرز اللي احنا بنحكي عنهم او الموتر يونت اللي بنحكي عنها بكون انقطع، فبعمل لي فلاست، بكون ناتج برضه عن اكسيدنت معين. تمام، وهون نفس الشيء. تمام، احنا قلت لكم انه هون سببها الابر هايبر واللور شو هايبو. احنا هيك بنكون خلصنا محاضرة رقم 33، خلصت هيك بكون معكم السكيليتال مسلز كامل. ان شاء الله المحاضرة الجاية رح نشرح عن السموث مسلز كونتراكشن، في موضوع بسيط انا صح ما حكيت عنه، حكيت لكم انه لازم نرجع له اللي هو بعد نشرح التايب اوف سكيليتال مسلز. حكينا هون عن اللو والفاست، تذكروا لما حكيت لكم الكتريكال ميكانيكال ريسبونس للسكيليتال مسلز، حكيت لكم انه بداية الاكشن بوتنشال وخروج الكالسيوم، بعديها بداية الكونتراكشن او التنشن. حكينا انه في فاست ماسلز فايبرز اللي هي ايش؟ الوايت او بنسميها تايب 2 نس كونسيرد. بحكي لك فاين رابيد بريسز، ذكر المعلومات انه حكيت لك هي سريعه بريسز يعني الاكيورنسي تاعها عالي، دقه عاليه، عشان هيك بيكون لانها بتكون من 10 فايبرز لكل يونت او اقل. موفمنت هاف تويتش ديوريشن، بحكي لك شورت ديوريشن تاعها. طلع عندنا هون شورت ديوريشن بالفاست، طب هي اسرع يعني راح يكون اكيد شورت. طيب هون عندي سلو راح ياخذ وقت اكثر، هون 100 ملي سكند، هون 7.5 ملي سكند، اذا هون فاست فهي اسرع،
هون عشانها سلو فهي ابطا، بس هذا كل اللي احكي لكم اياه. حكينا هون سترونج اكثر، حكينا انرفيتد باي سمول نيرف، هاي حكينا انرفيتد باي نيرف اكثر، هاي حكينا عن هذا كل الموضوع هون. هدول الفقرتين هدول حكيت لكم انه هاي مشروحات زي هون، تمام. وبتكاش ترجع لهدول اصلا كامل، ترجع للفقره هاي او الجدول هذا بلخص لك كل الموضوع، تمام. نلتقي ان شاء الله بمحاضره رقم 24 اللي بتحكي عن سموث مسلز كونتراكشن. اتمنى انه اي سؤال عندكم او اي مشكله في اي نقطه او انا اشي مثلا حكيته بشكل سريع مع انه انا شرحت كل شيء بالتفصيل، تقدروا تتواصلوا معي وان شاء الله بشرح لكم اياه بالتفصيل. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.